ثورة لإسقاط نظام محمد السادس المخابراتي الخائن. هذه خيانة عظمى التي يقوم بها الملك في حق الشعب المغربي والمخابرات التي خدموا معه. حتى هما خوانة، الخوانة الحقيقية. ما يجيوش يقولوا لنا الوطنية، الوطنية بزاف على دينكم. السلام اخوتي، معكم السلطعون اون بيرسون. تحيه بدا، تحيه للجميع. وهذه القناه ديالي على اليوتيوب اللي ما عمر ما شافها. وربما قبل ما ندخل في الموضوع بغيت ندير واحد القوسين وتوي على انهم تم يعني اغلاق الصفحه ديال السلطعون حاليا، وكنت نحاول ندير مجهود باش انني نرجع الصفحه، ولكن هذه هي القناه ديالي على اليوتيوب. والسبب انهم كانوا دابا هذا شي جوج الاسابيع تيحاولوا انه يغلقوا الصفحه، لكن تنعرف الوقيته فاش يهجموا يعني. وحتى المنشورات اللي تنشر تنحاول انني نكون يعني سيليكتيف، نكون تقائي كما تيقولوا. نحط واحد الحاجه اللي تتوافق مع لي ستاندارد ديال فيسبوك والقوانين ديالو. وكم مؤخرا كانت واحد النسخه حشاكم حطات واحد البوست تتهضر به على الراية الامازيغ، الراية الامازيغ التي يتوسطها عالم تفنيغ، لا حرف تفنيغ سمحوا لي. المهم علقت قلت ودارت بان حرف تفنيغ ودارت يعني ديك نجمة سليمان فيها، وقالت بأن هادو الإسرائيليين اللي داروها وهادشي هذا كذوب، فهمتي؟ ما عندها حتى شي علاقة لا بدولة إسرائيل لا بتا شي حاجة. العلم ديالنا هذاك أصلا يعني كان أمازيغي لآلاف آلاف السنين، والتاريخ يثبت ذلك يعني ما محتاجش ندخل في هذا الموضوع. فاش سميتو هضرنا وكذا قلنا عندما تدرس يعني المهندسة باللغة العربية فتكون النتيجة هكذا، يعني بنادم تيرد تقارنو ما بين عالم الأمازيغ وعالم دولة إسرائيل. فلهذا السبب يعني الفيسبوك قام بغلق يعني حظر الصفحة ديالنا، لأنهم دخلوا بداو تيهجمو قال لك أنه يعني something to do with ethnicity and this، ولكن ما عندو حتى شي علاقة بالإثنيسيتي ولا العرقية ولا شي حاجة، عندو واحد العلاقة بالهوية والقومية ديالنا كمغاربة كاملين، لأننا حنا مغاربة كاملين أمازيغ بالدم، وتعرضنا للتعريب. يعني خصنا نفتخرو بأن خصنا نفتخرو بالحضارة ديالنا الأمازيغية بزاف، خصنا حاولوا نبحثوا فيها ونعرفوا التاريخ ديالنا مزيان قبل ما ان شي واحد اللي تتهضر تقول العرب مع عرب. احنا ما عندناش مشكله مع العرب، ولكن هذيك البلاد ديال الامازيغ خصنا نرجعوا ليها، لان المخزن حاول فرنسا بالظهير البربري، والظهير البربري لا سال جاري على جميع الشعب المغربي. هذه حاجه. دابا المهم بغيت نهضر هو انه هذا الفيديو هذا سبيشيال، انه حان وقت الثوره بالنسبه لنا حنا دابا حاليا كشباب. بالنسبه لنا حان وقت الثوره، ما عندناش شي وقت نضيعوه، وما عندناش لانكش نكذبوا على راسنا يعني صافي الامور واضحه، يعني اصبحت الامور واضحه وضوح الشمس. كاين درنا واحد الفيديو في لاباج هو على مسيره ديال 21 ابريل اللي اطلاق صراح المختطفين ديال المعتقلين الريف. وقلت انا في هذه المسيره هذه خص جميع الشباب من جميع انحاء المغرب يجيو المسيره الرباط بلاص ما تبقى، لان هذه فرصه لينا باش يكون واحد اليوم يوم تحرر، يوم غضب شبابي لاسقاط نظام محمد السادس المخابراتي. وهذا الموضوع عندي لي تا هو ديال المخابرات وهادشي هذا، اللي هما يعني فرصه
فرصه لينا كشباب اننا نعبروا عن الراي ديالنا، لان المخزن دابا اش تيدير؟ راه ضرب هاد المعتقلين، حكم عليهم هاد المختطفين، حكم عليهم ظلما يعني وبهتانا بعشرين عام، وشتتوهم في سجون وحطوهم مع يعني المجرمين يعني هاد النظام هذا لا ما فيش ذرة الإنسانية، لا يمتلكه، لا يمتلك ذرة الإنسانية، ما فيش نظام فاسد، وأكثر من أنه فاسد ما عندوش، ما فيش الرجولة، ماشي راجل، شماتة بهذا التعبير ديالنا المغاربة، ما مرجلش عندنا، ما عندوش مو، ما عندوش الكرامة، وما عندوش نظام يعني سادي، نظام مود القاف كما تنقول. لذلك فاحنا كشباب عارفين انهم يعني دابا انا فاش تنقول 21 ابريل مسيرة او ثورة الشباب تبدا، ثورة الغضب، باش اننا نفضحوا هاد الناس هادو، باش انهم ما يحاولوش انهم يغطيو على الجرائم ديالهم، باش يخليو الناس يتظاهروا ويقولوا للخارج بانها لوك شوف راه عندنا حنا تنحترموا التظاهر السلمي وهادي وهادي وهادي، وبان هادوك الناس اللي حكمنا عليهم ديال الريف راه استعملوا العنف وهددوا الدوله وكتا وتخربيق وتخربيق، فهمتي علاه حكمنا عليهم؟ اما التظاهر السلمي فنحن معاه ونحميه كاع وكدا وتنمجدوا ليه يعني نديروا لي الامكانيات باش ينجح وهذه وهذه وهذه، لاننا دوله ديمقراطيه وتحترم حريه التعبير وهذه وهذه وغيرها من المصطلحات يعني الفضفاضه يعني الخشبيه ديال اللي تيستعمل المخزن يعني اللي تطيه على الجرائم ديالو. احنا ما خصناش نعطيو هذه الفرصه، مادام هو دابا تقوى بالخارج تيتقوى بالخارج، لكن ما خصناش نعطيو حنا هذه الفرصه هذه باش انه يحكم علينا بالاعدام. هادشي اللي كاين، لان مور هذه المسيره هذه ولا اذا تمت بسلام ورجع الناس ليوم غادي يبدا قمع ثاني من نوع ثاني، لان البلاد تسيرها يعني مخابرات ماشي وطنيه، مخابرات يعني اجراميه، يعني مخابرات تضرب كل ما هو يعني مخابرات بنوها هاد الناس هادو اللي شفروا الدوله ديال المغاربه وتيلعبوا بها يمينا وشمالا. اذا حنا بلاص ما يروج المخزن لهاد النموذج ديال السياسه ديالو في الخارج، خصنا حنا نضربوا عليه في الزيرو، خصنا نخرجوا، خصنا نحتجوا، وخصنا نتكلموا مع من يهمه الامر ومن يعني تصدر هذه الاحكام باسمه اللي هو محمد السادس. خصنا حنا كشباب نفوتوش هذه الفرصه هذه، وما نعطيوش الفرصه لهاد اللي غادي يجيو يركبوا على هادشي، ومنهم حتى فيدراليه اليسار حتى هما باغيين يركبوا على هادشي، فهمتي؟ وبزاف ديال الاحزاب كلهم، لا دوك تجار الدين لا هاد اليساريين الفاشلين في حياتهم، فهمتي؟ بزاف عليهم فكر اليساري، بزاف عليهم اشتراكيه، فهمتي؟ بزاف عليهم يعني الاشتراكي لا يرضى بالدون، ما تجيش تقول لي ملكيه برلمانيه وتقول لي راه خصنا الوقت وخصنا التعليم وهادي وهادي وهادي، وقول لي شكون اللي موقف هذاك التعليم؟ شكون اللي ما خلاناش؟ ياك بداو جدودنا من بعد الاستعمار، جدودنا بداو تيأسسوا في احزاب، أسسوا أحزاب يعني أسسوا، هناك أحزاب تأسست يعني وكانت عندها استقلالية وكان عندها برنامج، تصوروا حتى أن الحكومة ديال عبد شو يسميوها نسيت عليه سميتو إبراهيم شي حاجة، هذا أول رئيس حكومة في المغرب، هذا فاش كان الملك الحسن الثاني ولي العهد، وكان ديك الساعة الملك الراحل سميتو محمد الخامس، وان هاد الحكومه ديال عبد الله ابراهيم، يا عبد الله ابراهيم، هاد الحكومه ديال عبد الله ابراهيم بدات واحد بدات بواحد البرنامج قوي، بدات اول حاجه يعني من تحرير المغرب من القبضه الفرنسيه، لا
لا في داخل سلك الجهاز ديال السلطه وهادي، وبدات تشتتهم وبدات تبني واحد الاستقلاليه فعلا، وبدات يعطيو، وكان عندهم واحد البرنامج في الصناعه وبداو تيصنعوا فعلا، وبدات كان عندهم واحد البرنامج في فلاحه، وبدا فلاحه اللي تتنتج وتتنوض بالبلاد، يعني بحال تقول ثوره هكا. حتى ان الحكومه المغربيه انذاك في هادي، لانه بقى وقيله غير هادشي تنقول لكم، هي في سنه، تصوروا معايا في سنه بلاصه ما فرنسا، حنا نتسالو هي تسنى الفلوس، ولات ولينا حنا تنتسالو الفلوس، يعني هي ولاو عليها ديون خصهم تخلصهم للمغرب، ما عرفتش شحال من فرانك، شي 120 مليون فرانك ولا شي حاجه بحال هكا. يعني تما فاش جا الحسن الثاني شنو دار، مشى عند با وادي وادي انا تنبسط ليكم، قال لي راه خص تقيل هاد الحكومه هادي وهادي وهادي وهادي، وناض هذيك الساعه محمد الخامس واقام حكومه عبد الله ابراهيم. وحنا دابا هادشي راه تلقاوه في كتب ديال التاريخ، وبعض المؤرخين وبعض اساتذه الاحرار خصوصا في القانون وداك الشيء هما اللي تيكتبوا على هادشي هذا، وتنقرا ليهم. فقال يعني وجا ولي العهد مورا، يعني ماشي بمدة، مات محمد الخامس، خدا هذا الحكم، ومن تما بدات هاد الحب، بدا هاديك الملك محمد الملك حسن الثاني، بدا تيدير، بدا تي يعني تيسيطر على الأحزاب، أراد السيطرة على الأحزاب، وبنات الحرب بينو وبين سميتو حزب الإستقلال، فهمتيني، وناض بينو وبين الأحزاب اليسارية. ونات بينهم، المهم معركة طاحنة في الأخير، أنه رد جميع الأحزاب، أحزاب يعني بلاص ما تكون عندنا ملكية رمزية، وبلاص ما يكون عندنا أحزاب يقومون بدورهم، ولات عندنا، ولاو عندنا أحزاب رمزية، والملك هو المسير، يعني لا قرار بيدها. ومن ثم بدات القضية ديال الأحزاب، ولات الانتخابات عندنا في البلاد بحال تقولوا سميتو انتخابات، ولات عندنا بحال ديكور، يعني تنديرو انتخابات تنبينو، يعني لان باش ما نتفضحوش، باش حتى هاد التحكم الفرنسي العلوي في البلاد ما يبقاش يبان للشعوب ديالهم هنا في اوروبا، ما يبانش بان هاد البلاد هادي اللي تندعموها ما فيهاش حتى انتخابات، فهمتي، لاننا في المغرب لسنا بحاجه انتخابات، انتخابات شكلي شكلا ومضمونا عندنا، ما عندناش ما شكليه في العمليه ديالها وفي المضمون ديالها وفي كل شيء، يعني ما عندها حتى شي حاجه يعني بوزيتيف بالنسبه للشعب، ما فيها حتى شي ايجابيات، بحال تقول شي واحد زاد قال لك شاط الفلوس على الزعير بحال هكا، ولا ما عرفتش كي تيقولوا ليها هادي انتخابات عندنا، يعني شي واحد شاط عنده الفلوس تيسميتو تينظمو انتخابات ديال خوت، باش اننا باش بنادم يجي وهادي ويقولوا ليه كدا، وشو شحال ديال الفساد تينوض في ديك الانتخابات وهادي وهادي، تيستغلو الظروف الاجتماعية ديال المواطنين وتيبيعو ليهم باش يشريو الاصوات وهادي وهادي وهادي، وتتنوض القربالة في الاخر كاملة، وتطلع تجي واحد تيطلع للحكومة وهادي وهادي وهادي، هادشي كامل باش انهم يمكن ليهم يزيدوا سميتو يكريديو من البنك الدولي، فهمتي، هذا هو المضمون ديال الانتخابات، ويدير واحد ويغطيو على يعني ويعطيو واحد الشرعيه للحكم ديالهم في البلاد. هادشي اللي كاين حنا كما تشوفوا، علاش قلت لكم ثوره لاسقاط نظام محمد السادس المخابراتي الخائن، هذه خيانه عظمى التي يقوم بها الملك في حق الشعب المغربي، والمخابرات اللي تيخدموا معاه حتى هما خوانه الحقيقيين، ما يجيوش يقولوا لنا الوطنيه بزاف على دينكم، الوطنيه بزاف عليكم، لان الانسان الوطني هو من يقول كلمه الحق، الانسان الوطني هو من يحارب الفساد، وليس يعني الانسان الوطني الذي يحارب كل ما هو له ضمير في ديك البلاد، كل ما هو يعني انسان يبغي يمارس العمل ديالو باستقلاليه، او يمارس العمل ديالو بحب واخلاص، فهمتيني، وباجتهاد وبنزاهه، ما يخليوش. هذا هو العمل ديال المخابرات، يعني عندنا مخابرات في جميع، يعني ولات عندنا دوله مخابراتيه بامتياز، يعني لا في المدرسه كاين البوليس، لا في الجامعات،
لا في المصانع، لا في الإدارات، لا في السوبر مارشيات، فين ما مشيت في الجوامع، داخلين في جميع مناحي الحياة. يعني الدول التي يعني تتكون تاريخيا وبداية، يعني إلا رجعت لكم شوية التاريخ، ربما نطولش شوية الفيديو، آخر خلفاء ديال ولا السلاطين ديال الدولة العثمانية، يعني تنقولوا هو السلطان عبد الحميد الثاني. السلطان هذا هو اللي يعني أول يعني رئيس دولة، ولا نقولوا السلطان تيبني واحد الجهاز مخابراتي قوي، يعني أقوى من ديال المغرب حاليا كما ترونه بهذا السميت، أقوى من ذلك. يعني يمكن كان تيغتال يعني معارضيه خارج البلد، بعيد كل البعد. كانت حرب، لان في ذلك الوقت كانت حرب يعني ديال اقتسام، يعني الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهذا الشيء هذا، تنظن شرق اسيا والبلقان وداك الشيء. كانت حرب يعني مخابراتيه نايضه بالمزيان، فهذا ولا تيقمع، ولا الدوله تسير يعني بواحد الشكل استخباراتي، لا في جميع مناحي الحياه اجتماعيا، يعني في الحياه الطبيعيه الانسان تيحس بان هناك واحد الضغط، وهذا الشيء اللي تنحسوا به. ولكن في الاخر هاد الدوله المخابراتيه اللي صعوبه في الاخر، يعني في 1908 يتم يعني عزله، الجيش تعزل هذا السلطان هذا، والشعب تيخرج ضده، يعني وتسقط يعني الدوله العثمانيه. اخر يعني السلاطين، واخا تنقولوا في 1920، ولكن الدولة العثمانية سقطت يعني رسميا في 1908. يعني أي دولة تتنهج يعني أسلوب استخباراتي للسيطرة على المجتمع تسقط. ولنا يعني في سقوط جدار برلين والحرب الباردة خير مثال. يعني ما يمكنش الناس هادو يكونوا يعني أقوى من الاستخبارات الكي جي بي ديال روسيا مثلا. يعني اصبح المواطن مسير في جميع في الحياه ديالو، لان دابا خصوصا مع ان الحقائق طلعت للسطح بهاد السوشيال ميديا، ولينا تنعرفوا بزاف، ما بقاتش عندنا غير دوزيم ولا المغربيه ولا فهمتي، باش انهم يمكنهم يسيطروا على العقول. دابا ولات عندنا السوشيال ميديا، الحقائق طلعت، الحقائق يعني هاد الحقائق اللي طلعت على الدولة المغربية وعلى الرئيس الأعلى ديال الدولة المغربية اللي هو محمد السادس، وعلى الناس اللي دايرين به حتى هما كما تنقولوا والمقربين منه، هاد الحقائق هادي تؤدي إلى سقوط الدول، تؤدي إلى تفكيك الدول. إذا يعني كان عندنا واحد نسبة الوعي داخل المجتمع ما تيقبلش هاد الشيء هذا، فالنهاية ديالهم تتكون يعني أقرب كما تنقولوا قرب لك من يديك، كما تتشوفك قرب من يديك، النهايه ديالهم باينه. لذلك انا تنقول ان 21 ابريل يكون تاريخ ديال الغضبه، غضب شعبي، غضب ديال الشباب المغربي. لان نقول لكم اخوتي، انا تنهضر معكم يعني بعفويه، ماشي شي حاجه كتبتها وجيت نقراها ولا شي حاجه، ولا المواطن المغربي تيشوف الهموم والمشاكل. ما يمكنش، تصوروا معايا دابا اللي يجي يقول لك حنا خوانا وحنا باغيين فيتنا في ديك البلاد، فيتنا راه قائمه في البلاد، فيتنا راه كاين، مادام المواطن انه متضرر فذلك يعني ام الفتنه، فهمتي، هذاك هو اللب ديال الفتن، ان المواطن متضرر في بلاده، ان المواطن المغربي ما عندوش قيمه، ما عندوش قيمه وما عندوش كرامه، ما تيحش بيها. ان البراني عنده بلاصتو احسن من عنده بلاصتو، عنده كرامتو، عايش في ديك البلاد، على المواطن المغربي اللي هو ولد البلاد، اللي هو مول البلاد، فهمتي. بغاو يديروا لنا، بغاو يغسلوا لنا الدماغ ويردونا يد عامله جايبينها من الفلبين ولا كيفاش، بغاو يردونا يعني مواطنين يعني بدون اراده مقيدون، وتيظنوا انهم بالقمع والتهديد وهذه وهذه، يستطيعون ذلك. راه حنا ابناء، ما نقولش لك التاريخ، نحن ابناء من، رغم انني من الجنوب، ولكن تنعرف جدي مزيان، راه ما نسكتوش لكم وغنهضروا، ما
مادام عندي حريه الهضره والهضره والكلام وتوعيه الشباب في حقهم فراه نهضر. بغينا خصنا تغيير صافي. الدوله انتهت، يعني الدوله التي يعني تصوروا معايا دابا باش نقول لكم بان البلاد راه ما تصلح لتا شي حاجه، ما كاين لا اصلاح لا هم يحزنوا. عندنا ملك كذاب دار دستور وسميتو، ودابا يعني يتحكم في المشهد السياسي، تيقول لك المواطنون الذين ينتخبون المفسدين هما اللي تيتحملوا المسؤوليه. واش هو الهضره كي داير؟ هو يلعب يعني في كواليس، ما هذا يعني؟ انا راه ماشي سياسي، انا نهضر معاك لغه السياسه ولغه الدبلوماسيه ولا معاك هنا وهنا، نقول لك ديريكت هادشي اللي تدير فيه راه ماشي رجله، ماشي ديال رجال، ماشي ديال القاده، هادي اللعب ديال الدراري الصغار. ثانيا انت تتقوى يعني قبل يعني صدور الاحكام في حق المعتقلين جبتي لنا الخارج تتقوى به في هذيك البلاد. حنا ما عندناش مشكله مع حتى شي دوله، ما عندناش مشكله حتى مع اسرائيل، ما عندناش مشكله مع حتى اي دوله، فهمتيني؟ مصالح ديال فرنسا مصالح ديال فرنسا او اي دوله تبني علاقات مع دول اخرى، ولكن في نطاق احترام الشعوب ديالها. على الاقل تقول لي دابا فرنسا راضيه بنظام مخزني ما داير حتى سبيطار في ديك البلاد، ما هاد الحرب الاستخباراتيه، ما هاد الهماج اللي تيحكم. وفاش دوي دابا بحال هكا يجي يقول لك بغيت ترجع لهاد القضيه. شوف ناخذو مثلا كمثال مهداوي مثلا، مسكين مهداوي شحال قال عاش الملك، ياك قال عاش الملك، شكون فضح؟ فضح ما بين الاسماء اللي فضحها وهي المقربه للملك، شكون هو؟ اخنوش صافي، اللي قريب من الملك ما خصناش نهضروا معاه صافي، هو اله في هذيك البلاد، رب تيوليو بحال رب ولا كيفاش؟ ولا تشيلو بحال هذاك البوذا، راه نجيب لكم واحد البوذا. تشيلو بحال هادو، واش عندنا واش عندنا ما عم تنضرو في هاد البلاد؟ ياك فيها دستور.